صباح الخير اعزائي المتابعين في التحليل الفني الصباحي لشركه توينز البروكر. هنقدمه لكم كريم مجدي اليوم 10 يوليو 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز، تداولات سلبيه لمؤشر داو جونز والاسهم الامريكيه بشكل عام وكل الادوات الماليه ذات المخاطر العاليه وارتفاع عام للدولار الامريكي مقابل كل الادوات الماليه، وده راجع طبعا في المقام الاول للارتفاعات القياسيه في الاصابات بفيروس كورونا، وده عزز بشكل كبير مخاوف المستثمرين من طبعا عوده مره اخرى الاغلاقات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل العالم بشكل عام، لأن الارتفاعات والموجة الثانية منتشرة في أكثر من دولة مش فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك طبعا شفنا الانخفاضات والأداء السلبي. وده اللي كنا بنقول لحضراتكم أو بنذكره لحضراتكم دايما، إن احنا الأسواق ممكن تتحول خلال يوم رأسا على عقب نتيجة أي أخبار خاصة بفيروس كورونا أو الموضوع التجاري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أو أي أحداث حاليا داخل الولايات المتحدة الأمريكية بتؤثر بشكل كبير جدا جدا على الأسواق مهما كان التحليل الفني ومهما كان نتائج حتى البيانات. طبعا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية لتاني يوم على التوالي أكثر من 60,000 إصابة جديدة مرض كوفيد 19، وده رقم قياسي طبعا عالمي لعدد الإصابات في يوم واحد، وشهدت فلوريدا وتكساس زيادة قياسية في الوفيات اليومية. طبعا الوضع أصبح سيء جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة انتشار فيروس كورونا بشكل كبير وتعديه حاجز 3 مليون شخص. طبعا فده كانت أهم الأخبار. كان عندنا مجموعة بيان وحيد هام خلال تداولات أمس هو معدلات تشكاوى من البطالة اللي جاب نتيجة أفضل من المتوقع 1,314,000، وكان متوقع عليه 1,375,000، والأسبوع الماضي كان 1,413,000. النهارده هنكون في انتظار بيان وحيد أيضا هو مؤشر أسعار المنتجين الشهري لشهر يونيو، متوقع عليه 4%، ودي كانت نفس نتيجة شهر مايو. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار. خلونا ننتقل مع بعض نشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين الاداء السلبي واضح طبعا وانخفاض عنيف مع بدايه الجلسه الامريكيه، ثبات اسفل 25,825 وضغط عليه بشكل كبير طبعا، وانخفاضه يمكن اسفله بحوالي 500 نقطه. اداء سلبي على السعر عليه ما تقاطع متوسطات سعريه الاسفل، المسافه بينهم ثبات السعر اسفلها، سلبي على الستوكاستيك، سلبي على الفلات تريند. الشارت بكامل مدي طبعا اشارات سلبيه، ولذلك نتوقع مزيد من الهبوط بشرط كسر ال 24,980 علشان يروح لل 24,350 وراها ال 24 فلات. مره ثانيه الاداء الاكثر توقعا هو الاداء السلبي بشرط كسر ال 24,980 وراها 350 وراها ال 24 فلات. السيناريو الاخر والمعاكس هتحقق بكسر ال 26,540 علشان يروح لل 27,10 واخر نقطه عند ال 27,320. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم اكيد متداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.